لغزلت هاد الفيديو عملت لكم فيها الروم تور، ونسيت نقول لكم ان هاد لي زونسومبل جاو من عند جالاكسي هوم اللي جا في شوسيلغون خاها نبيله انت برستيج. غنوريكم كل شيء اون ديتاي في وسط الفيديو. مرحبا بالجميع وفرجه ممتعه. هلو، السلام عليكم، صباح الخير عليكم، اهلا وسهلا. كنتمنى تكونوا كاملين على خير وبخير وما ناقصكم خير، وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ولا ما تخلعوا غير الباص البنات. كوين بيوتي بحال اللي قلت لكم ربحت 5 ديال البنات، الله يعطيها الخير. كانت قاتلي لمية ثلاثة ومن بعد عطاتهم 5، قاتلي بنات بزاف شاركوا، انا بغيت نربحهم ونفرحهم. الله يعطيها الخير. كنعاود نقولها لكم، هي واحد الانسانه اللي عندها كل وكل، وانا كنحترم فيها هذا الشيء. وشحال ما هي قلبها كان كبير معاكم، شحال ما انا غيكون قلبي كبير معاها، حيت اصلا المنتوجات ديالها كنحمق عليهم وعجبوني. انا وليت دابا كليونت فحالي فحالكم، يعني لا تالي لي المنتوج نكومونديه. اليوم لالا عامله الماسك ديال العكر الفاسي هذا ليكسفوليون. الوغ هذا الماسك هذا البنات ما يصلحش للبنات اللي عندهم بشره حساسه بزاف، حيت هو فيه حبيبات لانه كينظف عن عمق، يعني اكسفوليون كيدخل لداخل مقشر وماسك في نفس الوقت. انا اليوم باغا نقشر الوجه ديالي حيت شحال ما عملت شي روتين ديال البشره ما غنخرجش للشمس. البنات اللي عندهم كذلك الحساسيه ما تعملوش وتخرجوا للشمس. حطيته 10 دقائق دابا هانتوما بدا كينشف، ما نخليهش ينشف بزاف باش نقدر هنا حيت جربت باش نقدر نحكو بحال هيدا ويهود حبيبات. ما غنمشي هادشي هنا، غنمشي في الحمام سينو غنوصل البلاصه ديالي. الوغ هذا يصلح بزاف الناس اللي عندهم لابو غراس ولا عندهم الحبوب البوان نوار ولا عندهم لابو ميكست عاديه. البنات اللي عندهم بشره ناشفه بزاف يمشيو بليتو للنيلا ولا هذا كنحمق عليه هذا ديال لاسبيرولين ديال الطحالب. سينو هذا البنات اللي عندهم كذلك الحبوب والبشره حساسه بزاف ما ياثرش عليهم، ولكن ما يخليوش بزاف 10 15 دقائق ويمشيو يغسلوا الوجه ديالهم باش البشره الحساسه ملي كتفقد جبد كتعمل لي زاكتيف كيتفاعلوا مع بعضياتهم وكتعطي لي رياكسيون، يعني كيوليو عندنا تفاعلات من احمرار ولا انتفاخ ولا الى اخره. مي ابخي ما تخافوش، هادو منتوجات 100% طبيعيين، ما كاين حتى شي مشكل. كنديرو انا وكيديرو بناتي. دابا غادي نحركو بحال هكذا، غادي نحيدو كله هنايا. كنفضل هاد العمليه في الدوش، ولكن انا دوشت البارح بالليل ما غنغسلش شعري اليوم باش ما يسخو ليناش لافابو ديالنا وداكشي كامل. كيف ما شفتو كنهبطو بحال هكذا ونقشر نورمال ان البشره ديالي حمراء حيت هو بالعكر الفاسي. من بعد مع الماء غادي يزول هذا الاحمرار. البنات هذه هي النتيجه، دازت شي 10 دقائق حيت صورت في الانستغرام ونسيت في اليوتيوب. غزاله خرجت لي شي شويه ديال الحميره لحد فين كنت في الماسك، وقفته هنايا سي نورمال حيت هو بالعكر الفاسي فكيعطيكم داك الفرج الطبيعي كيخلي البشره ديالكم بحال اللي هكذا مخدده، شي شويه العيونات صغار وكذلك كيدخل فيهم الصابون. مي رائع، فريمون عجبتني النتيجه. كنعاود نكرر، البنات اللي عندهم الحساسيه ياخذوا النيلا اولا ياخذوا لاسبيرولين هذا اكسفوليون. خصو شويه البشره تكون، واخا انا عندي البشره فيها الحساسيه كاين اللي ما كثر مني، وحتى الاخر نيلا ولا سبيرولين ولا اي ماسك كتستعملوه كانت عندكم الحساسيه خليوها غير 10 دقائق، حيت شحال ما نشف شحال ما البشره كتجبد شحال ما كيسبب تهيجات البشره، يعني كيكونوا دي رياكسيون. فوالا صافي لقيتوني كملت هاد الدريسينغ، جمعته كامل كيف ما كتشوفوا خملته، وعندي واحد الروينه ديال التصبين. يا البنات غادي ندخل نجمع داك بيت النعاس، غنجمعو كامل داك التصبين ونحطوه في بيت الضياف. وحتى تجي سيرين ديالي مصفر صراحه، بقيت مقطعه الراس بلا سيرين كتعاونني بزاف مسكينه. غادي تجي سيرين وغنجلسو كاملين ونطويوه كاملين باش كلشي كل واحد يهز حوايجو ويطويهم، وحتى هي المهم كندوز موراها انا من بعد، ولكن كلشي غيخدم لان بزاف ديال التصبان الدار كبيره نتوما عارفين. جوبون شي 10 د الماشينات كنعمل كل يومين تقريبا، عندي 10 د الماشينات كنعمل 3 4 5 في النهار. وعاد دابا الصغار كيخرجوا للجرده كيتوسخوا، دابا هي طلع بدل طلع بدل طلع بدل، وانا ما كنبغيش نبقى نحط عليهم بزاف ونغوت بزاف، كنخليهم يعيشوا الطفوله ديالهم طبيعيه. ليتس كو اختي نجمعو ديك الروينه الكحله اللي في بيت نعس. بحال هكذا وصلت الروينه، حيدت كلشي مسحنا كلشي خويت المجوره. هذه هي الماطله اللي كنت خديت من عند نظر من بلا البنات كتحمق، هي هذه غادي نوريها لك. هايلو معايا هذه نطلق، غادي نوريكم لا كوت اللي غادي نطلق في الفراش.
باش تشوفوها كاينه هاد الزرقاء هذه اللي عقلت معايا الكاتحه ماق هذه ما غنعملهاش اليوم هذه خطيره هذه علاش ما غنعملهاش اليوم غنعملها حتى ندبر لها شي تويشيه زرق غير شي جوج ديال الاكسسوارات زرق عندي واحد الطاس ديجا زوينه كانت جابتها لي صاحبتي في الزرق والبيض مي غنخليها حتى ندبر لها شي جوج اكسسوارات باش نحطها مواتيه فهمتوني فوالا هانتوما غادي نوريها لكم بحال هكذا بحال هكا شفتوها هادي ماشي هي اللي غادي نطلق اليوم هادي حتى هي خطيره تعود بياسه حتى هي ماشي هادي اللي غادي نطلق اليوم غادي نحطوها هنا هادي على صداع عملت او هادي اللي غادي نطلق اليوم لو كوب كور اللي حتى ايمان حققات الايمان غالاكسي هوم قالت لي انا هذا لم يغشته قلت ضروري لكم دونك دابا غنحلو معكم باش تعرفوا شنو فيه ديجا عاد نطبقوا على الفراش راني كنخدم دونك هادي لا اوس هادي جو كرو ولا لو دغا نشوفوا هادي واش اللي كتخشى فيها ولا غير الصبانه لا هادي اللي كتخشى فيها فوالا هادي اللي كتخشى فيها واحد الكاليتي ديال الثوب القطن والحرير سميكا قطن والحرير دونك هادي اللي كتجي في وسط منها لاكوات ديالنا الخشا الوغ شنو عندنا اخر عندنا هادي هادو المخدات نيت او ميم طون شوف واش عندي هاد الطايه ديال المخدات جوج بحال هكذا الوغ هادو جوج خشيان المخدات اخرين سامبل يا ربي تكون عندي طايتهم هادو ما عنديش طايتهم ولكن ماشي مشكل هادوك اللي عندي ديال الريش كنقدر نتحكم فيهم في الطايه حتى ناخذ واحد جوج جدادين من بريمارك ولا من اكسيون دونك هادو جوج هادي الصبانه ديال الفراش اولا البروتيج ماتلا هذا شنو عندنا هنا لا هادي الصبانه ديال الفراش هي هذيك نعملوها فوق البروتيج ماتلا بحال هكذا لو دغا دو لي دونك جوج ربعه خمسه سته ديال البياسات باش الماطلا ديالنا ما تعملناش الحبيبات بخصوص الماطلات اللي ما شاريينهمش 2000 يورو حيت انا ما شاريش ماطلتي ب 2000 يورو شاريها مع النظر مب يعني 400 500 ماشي داك الماطلات الغاليين قبل من هذه كانت عندي الغاليه شريتها غاليه من الحسن الدار قلت يا الله لميه زعما ست مري هذيك القضيه الصباط والماطلا ساعه ما صدقاتش وعاد الاولاد هرقوا فيها القهوه وانا براسي طحت لي شحال مره القهوه يعني سا سيغا غيان دابا نشري انا ماطلا غاليه باقا ماشي وقتها تيكبروا وليداتي حيت كيجيو ينعسوا معايا بالليل بعض المرات كيطلعوا الفراش يدهم الشكلاط خصوصا هو مكريب كتكون ديك النهار كتاكل كريب طلعت الفراش واخا كنشرح لها واخا سي كوم سا سي ان اونفون وليد بنيته صغيره دونك واش تبقى لكم ماطلا ديالكم حافظه مزيان ماطلا بالبطانيه ولا شي بليت صغيره عندكم هي الاولانيه عاد عملوا عليها البروتيج ماطلا باش بحال اللي كتعملوا لها اون دوزيام كوش فهمتوا شحال ما عملتوا لها تحت كتحميوها دابا غادي ندوزو نعدلوا هذا الشيء كامل وها نتوما معايا ليتس جو الوالي مولاي حمال اشري في مولاي حمال قهوة الراكب حل الغشا ناري الداق لي ومشا الله بابا الله سيدي الوالي مولاي حمال بسم الله باش بديت وعلى نبي نصليت هو ياقوتة في البيت بوحمامة رسول الله الله بابا الله سيدي الوالي مولاي حمال الوالي مولاي حمال اشري في مولاي حمال قهوة الراكب حل الغشا ناري الداق لي ومشا الله بابا الله سيدي الوالي مولاي حمال ملكي يا عيني تبكي را الفراق جابو ربي ملكي يا عيني تبكي ولكن هاد الخدمه اللي كاينه هنا يعني في لاوس هادو كيجيو في لي كوان وفي الحاشيه ديال الفراش شتوها كدور على الحاشيه ديال الفراش كامله دونك حنا غادي نعملو عبارنا بحال هكذا خليوها تهود على الفراش بحال هكذا فوالا هي اللي كتكوفري الفراش كامل شوف غير العبار من تما واش هو هذاك عليا تما باقي بزاف اتون جو نو سافا سافا وي اوكي نزيدو نشوف دابا باش كنشوف يس
اوكي بحال هكذا العبره غنخليوه غنهبطوا هذا شويش اوكي وهذا الشيء اللي بقى لينا غادي نبقاو نطويوه غنطويوه باش نعملوا داك البلياج فهمتوا اسكالي اسكالي اكزاكتومون دونك غادي نطلعوا هذه شويش الفوق حتى هي بحال هكذا وغادي نبداو نديرو في لي اسكالي ديالنا ناري امين معايا حمس راسو ملي عايشو في فراش حليت غايقول لي شحال خصني نبقى نحيد انا وانت والسامعين وجميع الناس الحاضرين يوم الجمعة اليوم الاثنين نطحن وما دارو حوين يوم الجمعة اليوم الاثنين صلوا على النبي كاملين اهو على الخلاطة واش كيسوى يسوى والريح دوك اللي قالوا كلام العار ويا حسين ما صبرتي ما كبرتي ويا حسين بصحت بدل اللي درتي حبيبي حبيبي يا جديد وبدل صعيب حبيبي حبيبي فرج لقريب قولوا لحبيبي لي حافيني باللي فات قولوا لحبيبي بصحت بدل اللي درتي وجدي بجدي غنوريكم بيت النعاس كيفاش طلع كيحمق وشوفوا معايا هاد القفيطه اللي لابسه كيحمق هذا من عند كنزي قفطان ها نتوما غادي نوريه لكم من بعد الا ما نسيتش فني ونفك حال هذا تلبسوه لي حتى في الدار نهار يكون ماجي نهار يكون ماجي عندكم شي واحد نهار ما كفطاركم بغيتوا تلبسوه في شي عراضه وانتوما ماشيين عند شي واحد ديال وميم طون تمشيو بهم شي حفيله مثلا دراري صداق خطيبه انا حمقني وحتى لا كوب ديالو جاتني هي هذيك مع الجسم ديالي حيت قريفي كنلقى اللي كيجي قد حيت انا دابا طايه 36 38 على حسب الفوق 36 تحت واحد المره 38 غادي نفتح دابا هادشي اللي جابت لي الهام الله يعطيها الخير باش نقادو حيت ما بغيتش نقادو انا هكذا عامله لي شريت شي حاجه خصني نعمل عليها لوغون نيتواياج كتعطيني لا موتيفاسيون عرفتو ديك الحاجه كتحفزني المهم هذا لي ديفيوزور اوكي باش نعرف واش كنقدر نجيب لاكيز ولا نقدر نستعمل حتى الصون بقيل عاوت ما كيتشارجاش هذا هو الديفيوزور هادو الا كنتو مهتمين شريتهم لي من المغازان كازا عرفتو الريحه عندها في الدار كتحمق ماشي هادي ماشي لا كوليكسيون اورينتال هادي واحد لا كوليكسيون اخرى انا صاحبي جاب لي اورينتال يدخل لي دار ما لقاتش ولكن انا جاتني لا ما حسن كاع من اورينتال اللي فيها الاورانج المهم نتوما شنو مهم نتوما هادو ما مخيرين هادي والاورينتال دونك هذا باش نعملو فيه بحال بخره ديال الضو نعملو فيه الزيوت الاساسيه كتهز غير الزيوت هادي ما كتهزش شويه ديال الماء شويه ديال الزيت بحال هكذايا اوكي غادي نبرونشيوها من بعد هادي هذا الزيت الاساسي ديالها لويل بارفومي هاد لاغام سكر انا قلت لكم داتهم لي من كازا مغازان كازا كيبيع كاع هادشي ديال الدار فوالا بحال هكذا الزيت صغيره لو ديفيزور ما عرفتش يا خوتي واش تتهما ملي كتنوضوا تخملوا بيت النعاس واخا كتكون والله سيمانه باش تبنتي ريسبيراتور على الرمض الغبره تحت الفراش بالخصوص تحت الفراش ما عرف مين كتجي كتولد لو ديفيزور وهاد لو بوم ديال الدار حتى هو هاد السبري هذا الرشو دابا شويش في الفراش حيت كتعجبني تكون ريحه زوينه في الغطاء كتحمق ريحته تحلفوا عليه بارفان هذا بحال بارفان ديال ماكدونالد الوغ انا لقيت هاد لا هاد لا كوليكسيون نقول لكم شنو هي وورلد اوف غويا ها نتوما عالم ديال غويا جي او ا دونك هما ملي عطيوكم شي ممكن هادي وكاينه الاورينتال حتى هي كتحمق اللي عندها هدف اللاتيني حتى فين حتى الريتويل
دابا غادي نحط كلشي في البلاصه ديالنا. احسن مرحله هي ملي كتكون كملتي وكتغلب على ريحه الجبل بالريحه ديال العطور. حنا كنصفوا الجبل في النيتواياج فين منا ريحتها. غادي نحطها بحال هكذا وخوك سي كوم سا كسا سومي لي بوشون. وي بحال هكذا غادي نعمل لها لي تيج ديالها. غادي نعملهم كاملين باش يعملوا لي الريحه. فوالا بحال هكذا غادي نحط هذا حتى هو حيدو معليش دو فيزور ديالنا. هذا ديال الزيوت والزويته. فوالا غادي نجمعو دابا هادشي. هذا غنخليه اونكوغ اون فوا شكرا للإلهام. وهذا غادي نغيرو. صافي غادي نحطهم وغادي نوريكم فين غنحطهم ونوريكم كيفاش جا لو روندو ديال البيت. غادي يعجبكم بزاف فريمون. هاد لو سيت الفراش اللي خديت احسن سيت خديته من نهار شريت هادشي ديال الفروشه. بورتون خاسره الفلوس فهادشي ديال الفراش. شاريه من ميزون دو مونت حاطه مره اخرى. ميزون دو مونت حطيت فيها شي 500. نتوما عارفين ملي كتكونوا يلاه رحلتوا للدار كتكون فرحانه بالدار يعني كتشري. روحت شويه دي سويتو. ان بوتي بو دي سويتو. فيها الماء وشويه قطرات ديال الزيت ونسيمه الريحه غزاله كديفيزي في بيت نعاس شتو برونشي تما لينا. المهم البنات جمعت هاد الدريسينغ مسحت هاد الغبابار كاملين. المهم كانت عندي الدنيا مرونه مكرفصه كيف ما كتشوفوا. دوزت لي عرفتوا شنو هاد الايام اللي كانت فيا الفتنه. عندي الشغل بزاف وكنخرج بزاف كلشي كان مرون عندي. هادو ديال البنات خديتهم من عند جالاكسي هوم. هادو فنين سي دي صابون بيو جوتابل كنستعملوها 20 مره وكنرميوها فيها البونش ديالها وكلشي. انا ليا خديت الالوفيرا والهويام. خدات هذا ديال حتف فيه الشوكولا والاورانج. نتوما عارفين الفيديوهات صار كيعجبهم الشوكولا. فهادو نسيت ما وريتهم لكم شي باقي ما استعملتهم عملتهم تما. دونك صافي بحال هيدا نقيت الدنيا وجمعت لي. نتوما عارفين ماشي هبطت كلشي وعاودت كلشي نظمتو وانما غير هادشي انا المبروكه به. وهادو حويجات اللي كنت لابسه. لبست عليا هاد القفطان حيت عملت به الريال. ودابا نوريكم بيت نعاس كيفاش طلع. شوفه خفيفه فوالا مانيفيك. الحمد لله كان كلشي مكركم هنايا. اسبيريت جففت مسحت الغبره. المهم تخيت اول عليكم في هذا المخصو هذا باش نشرح لكم بالضبط كيفاش كتجي هاد لاوس هاد الكوفر لي. حيت كاين صديقات لي كوموندو وقالوا لي اختي لمي الله يخليك لما صوري لينا قبل ما نكوموندو وحنا بعد. الوغ هذا هو لو كوفر لي. شوفوا كيفاش كيجي كيحمق. دونك اللي عجبتني فيه واخا تكون لاكوي ديالنا ما طويلاش بزاف هو كيكوفري كلشي. داكشي علاش هو كوفر لي. وهاد الحاشيه هادي انا هنا دابا عندي لو بون. الناس اللي ما عندهمش لو بون هاد الحاشيه هادي هي نيت كتجي فهاد الجهه يعني كيجي مغطي الفراش كامل. وحتى الا بغيتي ما تعملشي فيها هاد الدروج اللي عملت انا تلقى مره على الفراش تلقى غير هي هادي. خصكم اختي تدخلوا لي للفراش نتوما كتشعلوا بيجامه نقيه وما تكونوش مكرفسين وتحيدوا المخده تنعسوا على المخده ديالكم باش تبقى لكم شي شويه. فريمون هاد الكوفرولي وهاد الاوز دو كويت وهذا الصابانه وسته الغشيان ديال المخده وشي حاجه وحده اخرى واحد جوج هادوك 6 700 وستاد الخشين يعني تعد بياسات ب 225 ثمن جد مناسب. حيت هادشي ديال الخطاوه ديال الفراش كيسوا غالي. شوفوا غير في ميزون دي مونت شحال عامل. دونك الكاليتي هادي حسن كاع. شوفوا كيفاش عامله لا كاليتي اون 3 دي كتحمق لا كولور كتحمق. وكاين حتى البيج مره وحده اللي بغى البيج. دونك هادي اللي كتجي الفوق هادي باش تجيكم بحال هكذا فرشوها مقلوبه شفتوها بحال هيدا تلقوها مقلوبه باش ملي كتتنيوها كتجيكم بحال هاد اللعيبه. وبالنسبه لهنايا كيفاش دخلت هذا انا راني حطيت لكم واحد المقطع ديال الفيديو شفتوا كيفاش بحال هكذا. مهم كتجي فنه يا سلام. بحال هاد هنايا عملت هاد الجوج هادو. اون بليس انا ما عنديش المخد العبار ديالو منيشان. نتوما الا مشيتو للبريمارك خذوا المخد العبار ديالو منيشان ولا في اكسيون يجيكم فني. ندو معكم داك البابي اللي ملصق في الكارطون باش ملي تشريو مخده تشوفوا واش العبار مناسب. دونك كاينه هادي كاينه هادي حتى هي وكاينين هاد السامبل. وانا عندي هادو من الصالون الاولاني زايدين الصالون المغربي الاولاني جاوني في لا كولور فراش كيعجبني نعملهم فيهم هيدا شويه كوردون وكتجيني شويه لمسه مغربيه في داري كتعجبني. فوالا بحال هكذا جا الفراش كيحمق. شوفوا الجوله خفيفه بحال هكذا. هنا نتوما عارفين ما كنبغيش نعمر الربش بزاف حيت عندي الربش بيت نعس في الدريسينغ باش حتى الشغل كيخفف عليا. صافي هادشي كامل اسبيريتو جففت حتى لي طابين في الثوم واسبيريتو مسحنا الغبره هنا حيت هاد الطبالي هادو ديتهم من الماحل هادي ماشي هي بلاصتها وما جاتش زوينه هنايا حتى ندبر لاشي طبيله ديالها.
كويس القهوه ديالي عاد لات لي غزاله عاليه. وهذا الناس عرفتوا الريحه اللي عمل لي في الدار كتحمق، عرفتوا الريحه اللي طلق لي في بيت النعاس ما نقول لكمش. يا سالم هانتوما كيفاش جا كلشي. الو هاد المخدات بزاف بنات كيسولوني عليهم بخصوص في انستغرام، هادو كنت جبتهم، هادو البنات كنت جبتهم من زاراهم ديال طنجه، زاراهم ديال طنجه، ماشي نفس الكوليكسيون، كوليكسيون ديال الشرق ماشي هي كوليكسيون ديال اوروبا. هادو بلا بغودغي كنت جبتهم، كنت شريت غير الخشه في بروموسيون 40 اورو، كنعمل شي 70 الوحده بلا برومو، انا طحت فيهم برومو، ولكن صافو لا بيني يستاهلوا كيعجبوني، يعني حويجات اللي غتشريهم يبقاو لك ديما. فوالا وبحال هكذا جا لو روندو حتى هنايا، شوفوا معايا غزيول جا الصراحه، شتو كيحماق واحد الديتاي ماشي خطرين. اه وبنات كيسولوني على الزرابي من خديتهم، الوغ الكبيره خديتها 110 وهاد الصغارين والله ما عقلت، ديتهم من غي دو برابون في قاع دو غي دو برابون، بحال اللي عتبداوها من تحت بالجهه الثانيه، جهه ما تجي من غوشي، بهذاك هو اللي انا كنت وريته ليكم 110 الاورو عنده سي دو لا فوس فوغيغ، ولكن فنين، هو ارخص واحد في بلاصه اخرى عاملين له 150، ارخص واحد هو اللي كنت وريته ليكم. فوالا هادشي اللي كاين، ها انتما لو روندو ديال البيت نعجز على واحد الكاشا البنات، ولكن دابا الراس عامر ماشي وقت هادشي بالمره، يعني باقي هادشي مع الوقت، ولكن فراش ما عندي ما نقول لكم، ماشي هاي خطر شي حاجه اكثر من رائعه. شوفوا شفتوا معايا فن، كتسمعوا معايا شوفوا على الصداع شحال غزال ديال ديك الديفيزور، والدنيا نقيه والضوء والجو غزال الله العظيم. شفت معكم فيديو هنايا صراحه الراحه جات، ما بقاش بغيت ننزل لتحت نشوف واش كاينه شي روينه، حتى الصالونات خصهم شي تخميله كبيره بحال هذه ديال بيت النعاس، حيت هنا وريت لكم غير مقاطع مي فريمون عندنا تخميله كبيره. بيت النعاس دريسينغ غير الفوق الفوق، مي بيت النعاس عملت له تخميله كبيره حيت كان الارض خصها تجفف، كان خصها الطاقه تمسح، يعني خصها النيتواياج. راه عرفتو عملت بوزر تحت، عرفتو عييت خديت قهوتي عدلات لي عاليه ديالي مسكينه. غادي نشد معكم فيديو هنايا. بالنسبه للجالاكسي هوم راهم ما كيرسلوش، كانوا زعما لدول وحدين اخرين، مي هضرت مع ايمان قلت ليها عافاك عندي البنات في بزاف ديال المناطق في اوروبا في امريكا في السويد، عافاك لما زعما ليفري لهم الناس معقولين، الناس اللي مهتمين معقولين ما يضيعولكش وقتك. قالت لي صافي نليفري لهم على الراس والعين، دونك الا كنتو مهتمين بهاد لي دغادو اللي خديت لي هو الروعه، عرفتو بيت نعاس ديالي ولا ملك، وليت كنقول لامين دبر شي مطلة نعس فيها نعس فيها في الارض نخلي فراشنا هكذاك مجبدهم قد، حيت امين ما كيحبش عرب المخاد، كيبقى يحيد ويحيد ويحيد، كيقول لي علاش هاد عرب المخاد كويته وحده وجوج مخدات، ولكن مره مره شوفوا معايا صافي دو بيان تشوفي الفراش ديالك بحال هكذا، وحتى الماطلة النظر ما زعما الصراحه الى اكسيلونت، سيرتو كو عاليه فيها 30 سنتيمتر كيجي بها الفراش كيحمق. وبالنسبه لهاد لاكويت اللي كتشوفوها منفخه بحال هذيك، هذيك ديال الريش، هذيك بابا هاد امين اللي كان جابها لينا، حتى هي جو بونس كنت تري شير، ماشي حنا اللي شريناها، جاب لينا بابا هاد امين حيت الدار عندنا بارده، داكشي علاش كتشوفوها منفخة. شحال ما كانت كوات ديالكم كاليتي ومنفخه، شحال ما كتعطي قيمه للفراش ديالكم وكيبان فراش عالي. سينو عملوا هذوك ديال ايكيا العاديين وعملوا اللي كيتلصقوا فيها جوج، ولا عملوا ديال اللي بغيتوا، المهم يكونوا غلاطين، عملوا جوج مع بعضهم باش تطلع عليكم الا ما لقيتوهمش بثمن مناسب. الزوينه ديالي غنشد معكم الفيديو هنايا ونقول لكم كيف ديما تبقاو لي على خير، والى فيديو مقبل، باي باي.